أقلام واعدة. إعداد وتقديم الدكتور خالد جبل. أسعد الله أوقاتكم مستمعي الكرام بكل الخير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج أقلام واعدة. أحييكم مطلع هذا اللقاء صحبة زميلي في غرفة التسجيل والهندسة الصوتية عبد الله البدادوي، وأعيد تذكيركم بصندوق بريد البرنامج وبريده الإلكتروني. للراغبين في أن نقرأ عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان ما يحاولون كتابته في الإبداع الأدبي، في القصة القصيرة والقصيدة الشعرية بأنواعها والخاطرة الأدبية، أن يرسلوها إلى صندوق بريد رقم 961-343 عمان، الرمز البريدي 11196 الأردن. والرجاء ممن يراسلنا عبر البريد العادي أن يدون اسم معد البرنامج ومقدمه خالد الجبر على غلاف الرسالة. أما الراغبون في الوصول إلينا على جناح السرعة فلهم أن يرسلوا ما يكتبون على البريد الإلكتروني جبر JABR_KHALID@yahoo.com. أعيد الترحيب بكم من جديد مستمعي الكرام، ويسرنا في هذه الحلقة أن نستضيف فتى يحاول منذ مدة من الزمن أن يكون لنفسه اسمه الأدبي الخاص وبصمته الأدبية الخاصة، ما يزال حتى الآن في الثانوية العامة. في هذه السنة يحاول الحصول على شهادة الثانوية العامة في الفرع العلمي، حصل على عدة جوائز على مستوى محافظته وعلى مستوى المملكة أيضا بشكل عام، يكتب الخاطرة والمقالة، وكانت له ذات حين من الزمن محاولة في كتابة الشعر لكن النبطي. رحبوا معي مستمعي الكرام بالشاب المبدع عبد المعطي أبو نصير. أهلا وسهلا بك عبد المعطي أبو نصير. أهلا وسهلا بك دكتور خالد، شكرا على استضافتك لي. كما يشرفني أن أكون معكم اليوم في حضرة هذه الأجواء الجميلة. شكرا جزيلا لك، نعيد الترحيب بك من جديد عبد المعطي، ولعلنا في هذه الحلقة نحاول أن نستكشف تجربتك الخاصة في الكتابة. وعلى فكرة مستمعي الكرام، عبد المعطي يعتقد واعتقاده جيد وإيجابي أن لديه تجربة مميزة في الكتابة، وهي جديرة وحقيقة بأن تصل إلى أسماع الناس وإلى أعينهم بالقراءة أيضا، وقد بادر إلى الاتصال بي شخصيا قبل مدة من الزمن، وهو بهذا يمارس إيجابية أخرى لأنه يسعى لإثبات نفسه بالطريقة الإيجابية لا بطريقة الواسطة. أهلا وسهلا بك عبد المعطي مرة أخرى. عندما نتحدث عن وضع الطالب المدرسي، حتى الآن أنت ما زلت في مرحلة الدراسة لكنك بدأت الكتابة منذ مدة، منذ 3 أو 4 سنوات تقريبا، كيف بدأت تكتشف هذه الموهبة لديك في الكتابة عبد المعطي؟ بدأت القصة معي منذ فترة من الزمن، مر عليها 3 سنوات تقريبا. بدأت من خلال حصة صفية دخل معلمي وكتب فيها على السبورة الكتابة، عم الصمت وقال: من كتب منكم يا أبنائي موضوعا ليتلوه علينا اليوم؟ لم يرفع أحد يده، ثم توقف الجميع. رفعت يدي وقلت: أنا يا معلمي. قال: تفضل يا ولدي. حملت دفتري وكان يتكون من 32 صفحة،
بدأت أقرأ ثم توقفت. نظر إلي نظرة قوية فقال: من كتب هذا؟ بدأ وجهي بالإحمرار فقلت: أنا يا معلمي. قال: ومتى؟ قلت له: في الأمس وقبل نومي. قال وهو يبتسم: لله درك يا ولدي. بدأت هنا القصة في نهاية 2007 تقريبا، وحملنا هذا المشوار الطويل إليكم إلى هذه اللحظة. أهلا وسهلا بك، وهذا مشوار، هذا مشوار جيد. هذا الالتفات في بعض الأحيان هي لحظة، هي لحظة يمكن أن تكون بالنسبة لكثيرين هي لحظة عابرة لا يفكرون فيها. أنت قلت الطلبة جميعا في الصف الفصل الدراسي لم يرفع أحد منهم يده، كأنما لم يمارسوا الكتابة، ولعل بعضهم كان مارسها لكنه كان خجلا بما يكتب. هل انتابك مثل هذا الإحساس أنك تخفي ما تكتب أحيانا عن عيون؟ هو في البداية أنا انتظرت أن يقوم أحد زملائي من قبلي يقرأ ثم أنا أتوجه إلى القراءة، لكن حصل الموضوع لم يقم أحد بأن يرفع يده ويتكلم. هل تحس عبد المعطي أن مثل هذا الإحساس أحيانا بالخجل يمكن أن يؤخر كثيرا من الحالة الإبداعية عند الشباب والصبايا في المدارس؟ الإبداع يحتاج إلى قوة في الشخصية، يحتاج إلى أن يقف الإنسان يتكلم بكل أريحية. إذا كان هناك خوف لن يتمكن من أن يصل إلى حالة الإبداع، لأن الإبداع الذاتي فيك. أعرف بعض الطلبة أيضا والطالبات في المدارس يمارسون الكتابة، يكتبون لكنهم يخجلون من إظهار ما يكتبون، ولا يبادرون. يكتبون لأنفسهم، يحتفظون بما يكتبون. جميل جدا، أنا بدأت في الكتابة أن أكتب لنفسي، أحتفظ، لا أجعل أحد يطلع على ما أكتب أو يقرأ ما أكتب. لكن مع تقدم الزمن ومع بدء ظهور قوة الشخصية بدأت أنه أحكي ويكون يعني ما في خجل بالمرة. جميل جميل، الحياء مطلوب لكن الخجل مرفوض. تحت الهواء قبل أن ندخل إلى التسجيل قلت لي أنك في المدرسة كنت تمارس قراءة إلقاء ما تكتبه على مسامع زملائك وأساتذتك عبر الإذاعة المدرسية. هل حدثتنا عن هذه التجربة وقيمتها أيضا؟ بدأت هذه التجربة منذ أن بدأت أكتب، أتحدث عبر الإذاعة المدرسية وهي كانت المنبر الوحيد لأن أتكلم. كنت عندما أصعد إلى الإذاعة وأتكلم كان يعم الصمت، يستمع الطلاب. أحيانا كانت ردود الفعل قوية على ما تحدثته في الصباح ويبقى الأمر إلى طيلة النهار، وأحيانا لا أشعر بشيء يعني، ولكن كأنك لم تقرأ شيئا. نعم. وهذه ردود الفعل أيضا يخشاها الذين يمارسون الكتابة الإبداعية أو يحاولون كتابة القصة القصيرة أو القصيدة الشعرية، لأن بعضهم يخشى من مواجهة الجمهور أولا، ويخشى أن تكون ردة فعل الجمهور باردة فيها فتور. في طبيعتي أعشق أن يكون ردة الفعل قوية تجاهي والكل ينتقد حتى لو كان هناك عيوب. أحب الانتقاد، لا أتوقف، أتكلم وبكل جراءة، لا أجعل شيء يجعلني أتوقف عن الكلام. هل تعرضت لموقف فيه شيء من السخرية أحيانا من بعض الزملاء؟ ما أنت تعرف طلبة المدارس في بعض الأحيان يعني الدواوين كثيرة لديهم. تعرفت في فترة كان هناك موضوع في المدرسة، انتخابات، وحركة كخارج المدرسة هي انتخابات، في داخل المدرسة هي كالحركة في الخارج. كتبت عن الموضوع وقلت: أين أنتم أيها المتقدمون للانتخابات؟ ماذا سوف تفعلون؟ وماذا سوف تكون ردود فعل الطلبة على هذا الموضوع؟ انتهت الإذاعة وصعد الطلاب إلى صفوفهم وبدأوا يتحدثون عن الموضوع. جعلت نفسي لا أسمع شيء.
طنشت بهذا المعنى. طنشت. انتقدني احد الطلاب قال لي ليش ما انت تنزل على الانتخابات، يعني وين المشكله؟ قلت له هذه مسؤوليه وتحتاج تحتاج الى شخص قوي الشخصيه يتحدث لا يخاف لا يهاب. قلت لي انك عندما دخلت الى الثانويه العامه، عندما انتهيت من الصف الحادي عشر، ان اسرتك طلبت منك طلبا قاسيا. انا اتوقف عن الفن الذي عشقته طول حياتي. هل هذا يتماشى مع طبيعه الانسان الذي يحس في داخله مبدعا؟ يتماشى اذا هو صمم. اذا اراد ان يتوقف رغبه لاهله مثلا يتوقف، لا يكون هناك مشكلة. لكن الإنسان في داخله يبقى ويبقى ويبقى يتكلم حتى لو مع نفسه يتكلم، لكن لا يتوقف كليا، لا يتوقف. ألم تحاول أن يعني أن لا تفي بهذا الوعد بين حين وآخر؟ جاءتك الفكرة للكتابة وألحت عليك فلم تصبر؟ أعطيتهم أقلامي وأوراقي. الله. وانحست جانبا للدراسة. وهذا لا بأس فيه. إذن يمكن أن نقول درجاتك في المدرسة، علاماتك المدرسية جيدة، شبه متفوقة. شبه متفوق، جيد. إذن المسألة لا يمكن أن يكون هناك تناقض بين الكتابة الإبداعية، محاولة الإبداع، والدراسة والتحصيل الدراسي. المبدع إذا أراد أن يكون مبدع يتقن أي شيء هو يحبه في داخله. التصميم والعزيمة، التصميم والعزيمة القوية تصنعان كل شيء. عبد المعطي، هل تحس بأن ما تحاول كتابته له تأثير في شخصيتك، في تنمية شخصيتك؟ هل كنت خجولا قبل أن تبدأ الكتابة أكثر من مواجهة الناس؟ أنا كنت أخاف من الجمهور، كان خوف في داخلي كيف سأقابل كل هذه الجموع المتشدة. لكن مع الكتابة ومع الممارسة ومع الخبرة أصبحت أرتجل. أنا لا أكتب على ورق، بل أرتجل ما في داخلي، ما في باطني، ما تعكسه روحي ونفسي إلى لساني، أتكلم بدون أن أكتب. مستمعي الكرام، وأنا أؤكد ما قاله عبد المعطي، لأننا صحيح جلسنا قبل تسجيل هذه الحلقة، قبل البدء بتسجيلها، لمدة 10 دقائق أو ربع ساعة من الزمن، لكن كانت دردشة، مجرد حديث عادي. وها نحن في داخل الاستوديو نسجل، وعبد المعطي أيضا يرتجل كلامه بصورة جيدة تنبئ عن شخصية واثقة بنفسها وعقل واع. أنت من أوائل المطالعين. نعم. وفزت في إحدى المرات في العام الماضي، كانت على مستوى المحافظة، لم أكمل لأسباب شخصية، توقفت، أخذت الجائزة على مستوى المحافظة، هي محافظة مأدبة، وتوقفت، لم أكمل المشوار. جميل. ومأدبة من المدن الأردنية التي تفيض إبداعا، خرجت كثرة من المبدعين عبر تاريخها من مطلع القرن العشرين حتى الآن. عندما نتحدث عن المطالعة، ما الذي تحسه بشأنها؟ هل تكسبك المطالعة أفكارا، قدرة، صورا، تمدك باللغة للكتابة، تحس بفائدتها فيما تكتب؟ المطالعة في الحقيقة هي غذاء للروح. أنا أغذي نفسي وأغذي كتاباتي بالمطالعة. تعجبني فكرة أنحاز إليها، عندما أكتب أتطرق إلى الموضوع، ففي النهاية لا يوجد شيء يأتي من فراغ. جميل. كل شيء له، راح يكون له مقابل، يعني في نهاية المطاف هذا المقابل أكيد هو راح يعكس شخصيتك. جميل. هذا هو فائدة المطالعة. الأفكار تتداول بين الناس، لكن واللغة تتداول بين الناس، والصور تتداول بين الناس، لكن في النهاية كل إنسان يكتسب أسلوبه الخاص الذي يميزه ويعطيه طابعا مختلفا عن الآخرين. سنحاول أن نقف عند هذا الحد قبل أن نتابع ونستمع إلى نص من نصوصك عبد المعطي، لو تفضلت. تفضل. في إحدى المحاضرات كنت أنا عريس الحفل كما يقولون،
في طبيعتي لا أكتب، يعني هذا شيء من المستحيل أن أكتب وأن أقرأ عن ورق، أرتجل. يستمتع الناس المشاهدين يستمتعون أنني أرتجل. وقف شخص عند انتهاء بعد الانتهاء تحدث عني كثيرا وقال وقال وقال، لم أعطه أذني. أعجب بشخصيتي لأنني أرتجل، أقف وأتكلم بلا حدود. فكتبت بعدها يعني لاحقا، هي خاطرة تكلمت بوحي مني فقالت: كم هو جميل أن تكون ثقتك بنفسك تتعدى كل الخطوط، ترسم أحلاما سقفها السماء، تعانق المستحيل وتعيش على أمل اللقاء القليل، تقف بك الحياة على طريق الذكريات، تعشق أن تلملم منها ما تريد وتعاتب روحك على ما مضى، الحياة أقوى من أن تعيد لك الكرة من جديد، تعلم الكثير الكثير وتزيح من على قلبك الهم حين تضعه حين وحين. هي كنقطة، إما أن تضعك في المقدمة وأما أن تعيدك إلى أواخر الصفوف، تبا تبا لها لو وضعت في مكانها الصحيح لكانت ضربة حظ موفقة تضحكك على عمرك المديد، وتبا لها لو كانت مؤلمة لجعلت منك حطاما يتذكره المارون. كم أريد أن أجعل من هذه الحياة نقطة وعلى سطر خال أضع عليها ما أريد ومن أريد، وتبقى كلماتي هي الأولى تتخطى كل الحدود. شكرا، أحسنت يا عبد المعطي. نخرج إلى فاصل موسيقي مستمعينا الكرام، ثم نعاود حديثنا مع ضيفنا عبد المعطي أبو نصير. مستمعي الكرام مرة أخرى، ونرحب بضيفنا في هذه الحلقة عبد المعطي أبو نصير، وهو كما عرفنا به طالب في المرحلة الثانوية العامة الآن في التوجيه من مدينة مادبة، مدينة المبدعين منذ أوائل القرن العشرين حتى الآن. عبد المعطي، عندما تكتب كيف تمارس الكتابة؟ هذا الطقوس، هل لك طقوس خاصة تكونت عندك، طريقة خاصة في الكتابة؟ أعشق الكتابة أثناء الليل، أكتب على الأضواء الخافتة، أكتب لمن عشق قلبي، أكتب للوطن، أكتب للشمس وللقمر، أكتب لأمي ولأبي، أكتب للمجتمع، للسياسة ولنصرة المظلومين، أكتب ما يرتجل لساني في لحظات الغضب والفرح. بالانفعال. بالانفعال. هل جربت الكتابة المجردة هكذا، أن تجلس وتضع قلما وورقة أمامك وتبدأ بالكتابة بدون انفعال؟ أمتلك من الكتابات ما يقارب 1400، هي كلها نثر، لم تمر ولا واحدة منها إلا وكانت لها قصة. جميل جدا، جميل جدا. الموضوعات كيف تلتقطها، الأفكار للكتابة؟ ألتقط الأفكار من المجتمع، من الناس، من التلفاز، أخذ أفكار من الشبكة العنكبوتية كفكرة فقط،
هموم الناس، أخذ مشاعر وأحلام أحاسيس، كل شيء كل شيء كل شيء يمكن. أكتب فيه كل شيء. جميل جدا. لكنك تميل إلى الناثر، الشعر ابتعدت عنه، هل تجد في داخلك ناثرا أفضل مما لو توجهت إلى الشعر؟ ما أحسست بهذه الطاقة الشعرية في داخلك مختزنة؟ إما أن أبقى على النثر وأكون قوي، أو لا أتطرق للشعر أبدا. إذا أردت أن تتطرق للشعر يجب أن تكون قوي. جميل جميل. والنثر أيضا يحتاج إلى قوة، ولكن كل واحد له أسلوبه. نعم. في المدرسة هل ساعدك بعض الأساتذة؟ هل كانوا ينقحون لك؟ فزت بمسابقات في كتابة المقالة والخاطرة على مستوى المملكة والمحافظة والإقليم إلى آخره، هل كان الأساتذة يساعدونك في التنقيح، تهذيب ما تكتب؟ معلمي معلم متميز، حاصل على جائزة الملكة رانيا للتميز. اسمه علي الرضاونة. هناك الكثير من المعلمين، حتى مدير المدرسة كانوا يشجعوني، معلم اللغة العربية يشجعوني، زملائي الطلبة أشكرهم، أصدقائي خارج المدرسة، أهلي والمجتمع الذي أعيش فيه كان يقف معي دائما، يوجه ينصح. من مدرسة زيد؟ زيد ابن حارثة الثانوية للبنين. للبنين في معدبة. ونحن بدورنا نوجه تحيتنا للمدرسة والأسرة قبل المدرسة، لكن للمدرسة مديرها والأستاذ الذي كان يساعد عبد المعطي أيضا في تنقيح وتهذيب ما يكتب. هؤلاء الأساتذة حقيقة، هؤلاء الأساتذة والمديرون هم الذين نحتاج إليهم، نحتاج إليهم لأن شبابنا وصبايانا بحاجة مسيسة لمن يقدم لهم الكلمة الحلوة والتشجيع والتحفيز، بمعنى أن يطلقوا هذا المارد الكامن في القمقم، يطلقوا له العقال، وهو وحده سيحقق كثيرا من الإنجازات. حدثنا عن بعض الجوائز التي فزت بها يا عبد المعطي. في حقيقة الأمر هناك الكثير من الجوائز. بدأت القصة كما تحدثنا في 2008، كانت أول مشاركة لي، فزت فيها في مسابقة الإبداع الأدبي على المستوى الأول. مر عام آخر، فزت في عام 2009-2010 مسابقة الإبداع الأدبي، ثلاث مراحل كانت تتكون، المحافظة والإقليم وعلى مستوى المملكة، كانت جميعها مركز أول. في عام 2010-2011 كانت آخر مشاركة لي، مستوى أول كانت مركز أول، والمستوى الثاني كانت المركز الثاني. وهناك العديد من المشاركات والفعاليات. كان عندي فكرة لجلالة الملك اسمها كرامة المواطن من كرامتي، كنت أنا طارح الفكرة والشارح لهاي القصة اللي بدأ فيها جلالة الملك. كان هناك يعني الكثير من الناس أحبوا السياسة، فأردت أن أكتب لهم، وتمت من خلال مؤتمر، فعرضت الفكرة ونجحت الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. هذا كله نتيجة إتاحة المجال أولا، لكن قبل كل شيء، قبل ذلك كله نتيجة الثقة بالنفس والقدرة على ذلك أيضا. عبد المعطي، نستمع منك إلى نص آخر. عبد المعطي، سأتطرق للسياسة؟ لا بأس، أنا أحبب حياتنا كلها سياسة. شعاع الشمس فتح نافذتي، بات يحرقني، يذكرني دماء في كل مكان، أخبار عاجلة تقتحم الزمان، يفتتح أبطالها مسرحهم بقنبلة متفجرة تغير من ملامح التاريخ، ذكرى باتت هي الأبشع في عيون الأطفال الحاضرين، ثورة، هجرة، ثم اجتياز للحدود، مكان فارغ يمر فيه الريح دون أن يحرك له ساكن، إذاعات، كلمات محزنة، 100 قتيل، وعلى أسرة الشفاء الكثير الكثير، كم من دمعة تحرق وكم من فرحة لا تتم، زفاف ينتهي به المطاف إلى الموت، وطفلة تحمل على ظهرها علم
يتصدى للرصاصة التي أطلقها البارع المجهول. هذا هو حالهم. ربنا ساعدهم في كل مكان، واجعل لهم أسوة حسنة، واقفل باب ثوراتهم كي يعودوا في أمان، وتشرق الشموس عليهم، يعودوا إلى أرض خضراء تنبت سنابل الخير من جديد. شكرا جزيلا لك عبد المعطي. طبعا نحن في الدقيقتين الأخيرتين من البرنامج، كنت تحدثت عن أنك صممت صفحة لك على الفيسبوك، موقع التواصل الاجتماعي، ثم عزفت عن كتابة خواطرك ومقالاتك على، لماذا؟ صممت صفحة على الفيسبوك كان فيها 4000 فانز، ثم اكتشفت أن الكلام يسرق. أنا أضع رايت رصاد، يعني جميع الحقوق محفوظة، لكن الكلام يسرق فيما بعد وينسب إلى أشخاص آخرون. فتوقفت كليا إلى أشخاص عن العالم. آخرين. طب هل جربت النشر؟ جربت النشر في مجلات، في جرائد، في صحف، في؟ أنا يأست من هذه المحاولة، لم أطرق باب أحد إلى غاية الآن. كانت رحلة متعبة، يعني إلى حد الآن لم أجد أشخاص. في كلام، يعني في أشياء بتدور حولك وبتحكي إنه بدنا وبدنا وبدنا، بعدين في النهاية بيطلع كله حكي. ونحن سنقف مع الشاب الفتى المبدع عبد المعطي أبو نصير، نقف معه عند هذا اليأس من النشر. هو حاول النشر في عدة صحف ومجلات هنا، لكنه لم يجد الباب مفتوحا. يا إخوتي الذين تعملون في الإبداع، في الشأن الإبداعي والشأن الثقافي، الكتابة والصحف والمجلات ليست مشرعة فقط للكتاب الذين أثبتوا أنفسهم وخلقوا لأنفسهم أسماء وصاغوا لأنفسهم مستقبلا في الكتابة. لا، الكتابة ينبغي، أو هذه الصفحات ينبغي أن تكون مفتوحة أيضا للذين يسيرون على درب الإبداع، لأن هذا يعطيهم شيئا من الثقة بالنفس ويعزز الطاقات المختزنة لديهم. شكرا جزيلا لك عبد المعطي مرة أخرى. شكرا لك على هذه الاستضافة. الله يرضى عنك. إن شاء الله تكون فاتحة خير. ولكم مستمعي الكرام خالص الشكر والتحية. هذا خالد الجبر يحييكم، دمتم وإلى اللقاء. أقلام واعدة. إعداد وتقديم الدكتور خالد جبر.